السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وثانياً يشرفني أن أكون خادم بين أيديكم. الحديث إن شاء الله سوف نتناول بعض الدروس في الخطبة الشريفة المروية عن الإمام الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عن النبي صلوات الله عليهم أجمعين، وهي المعروفة في الكتب عند المخالف وأيضاً عند المؤلف الإمامية. هي قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. السؤال الذي نطرحه ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، كما عبر النبي صلى الله عليه وآله، هو شهر البركة والرحمة والمغفرة، وهو أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى. ونطرح على أنفسنا هذا السؤال في المقام: ماذا أعددنا لهذا الشهر الكريم وهو أفضل الشهور؟ الإنسان من حيث الطبيعة عد لنفسه كالطعام والشراب لهذا الشهر الكريم، فهل أيضاً حصل له إعداد لهذا الشهر الكريم من حيث الإعداد النفسي الروحي أم لا؟ مع الأسف البعض يمر عليه هذا الشهر الكريم وهو شهر رمضان وهو أفضل الشهور عند الله وأيامه أفضل الأيام وساعاته أفضل الساعات، يمر عليه كمرور الكرام كالشهور السابقة. ينبغي علينا أيها الأحبة الكرام أن نجعل لهذا الشهر الكريم كما وصف النبي صلى الله عليه وآله في الخطبة الشريفة، وأيضاً كما وصف زين العابدين الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه في الدعاء المروي عنه في الصحيفة السجادية، وهذا الدعاء أيضاً فيه دروس ثمينة، كما يعبر الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام: هذا الشهر شهر الطهور، شهر التمحيص،
هذه الأعمال لابد أن تمحص. هذه الأعمال المخالفة للمولى عز وجل لا تنسجم مع هذه الضيافة الإلهية في هذا الشهر الكريم. فلذا علينا أيها الأحبة الكرام، بالخصوص الأخوة الشباب، هم في أعمار الزهور، وأما الآباء انقضى من العمر أيام الشباب، بالخصوص الأخوة الشباب الآن من حيث الطاقة الجسدية تساعد بعض الأعمال في هذا الشهر الكريم، وإلا شيخ الكبير هو ضعيف، جسده ماذا؟ ضعيف نحيل، ممكن لا يستطيع مثلا القيام في كل ليلة من هذا الشهر الكريم. علينا الإعداد النفسي لهذا الشهر الكريم والروحي، وأول أمر لابد كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله أن تكون عندنا النية الصادقة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله؟ فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة، وأيضا قلوب طاهرة. لابد أن يكون القلب ماذا؟ نقي طاهر. وأيضا كما ذكرنا في غير هذا المكان المبارك قبل تقريبا أسبوع، قبل حلول هذا الشهر وقبل دخول هذا الشهر، لابد للإنسان أن يصفي قلبه، يجعل قلبه طاهر، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يستقبله بهذا الشهر الكريم، وسوف يكون في ضيافته. فكيف يكون في ضيافة المولى عز وجل وقلبه والعياذ بالله ماذا؟ غير طاهر، غير نقي. هذا لا ينسجم، هذا لا يتلائم مع ماذا؟ مع هذا الشهر الكريم. نحتاج إلى قلوب طاهرة بين الناس، بين المجتمع. إذا كان عندك سوء خلاف بين أهلك وبين عشيرتك وبين أحبتك، صف النية في هذا الشهر، اجعل الابتداء بالمسير لهذا الشهر الكريم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى غير ممكن أن يستجيب أو يتقبل بعمل والقلب ماذا؟ غير طاهر، غير نقي. هذا ثانيا. وأيضا ورد عن الإمام زين العابدين كما ذكرنا وأشرنا في الدعاء له لدخول شهر رمضان، في خطبة للنبي صلى الله عليه وآله، وأيضا بالجدير أيها الأحبة أن تتلو هذا الدعاء عن الإمام زين العابدين كما أوصى سماحة الأستاذ الشيخ آية الله الشيخ باقر الإيرواني، وأيضا سماحة الأستاذ الشيخ الفيام، والعلامة الأستاذ السيد أحمد الصافي، فقد نبهوا بهذا الدعاء كما يتلى بخطبة النبي صلى الله عليه وآله. فأيضا علينا أيها الأحبة أن نقرأ هذا الدعاء عن الإمام زين العابدين في
الصحيفة السجادية، وفيه كنوز كثيرة، وأيضا فيه دروس كثيرة. وإذا قرأ القارئ يقرأ بتأمل ولا يقرأ قراءة ماذا؟ قراءة الجريدة والكتب بشكل سريع. أيضا الخطبة المباركة، الآن استمعنا إلى هذه الخطبة، علينا أيها الأحبة أن نقرأ الخطبة مرة ثانية وثالثة، ونستخرج منها دروس لحياتنا، أو أقل شيء لهذا الشهر الكريم. وفيها دروس كثيرة وكنوز. قال الإمام سلام الله عليه في الدعاء: هذا الشهر شهر الطهور. الإنسان إذا كان فيه بعض الناس الرذائل، هذا الشهر ماذا؟ ببركة الصيام، ببركة الأعمال الحسنة، ماذا؟ يكون الإنسان على طهور، وأيضا يكون القلب ماذا؟ يكون القلب طاهر ونقي. ثالثا، الإعداد الروحي مع الله سبحانه وتعالى، أن يكون عنده خشوع في هذا الشهر الكريم، والذوبان مع الله عز وجل. لو مقدار ساعة سويعات، دقيقة واحدة، أن تكون عنده خلوة مع الله سبحانه وتعالى قبل أن لا ينام. قبل لا ينام مقدار سويعات دقيقة، خلي يكون عنده بشكل يومي خلوة مع الله، يناجي الله سبحانه وتعالى. مو بالضرورة أن يكون بكلام بليغ فصيح، لكن يخاطب المولى عز وجل ولو بلسانه العامي، فالله سبحانه وتعالى سوف يستجيب إلى ماذا؟ إلى هذا الدعاء، كما أوعد النبي صلى الله عليه وآله في الخطبة الشريفة. ماذا قال؟ الأعمال والدعاء ماذا؟ مستجاب في هذا الشهر. بركة هذا الشهر، أي دعاء تطلبه من المولى عز وجل، أصحاب الفيض وهم أهل البيت أقروا باستجابة الدعاء من من؟ من المولى عز وجل. تريد الذرية، أطلب من الله. تريد الوظيفة، أطلب من الله. تريد حسن الخاتمة إن شاء الله جميعا بذلك، أطلب من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. هذا الشهر ترى له ميزة، فلذا كما ذكر في سورة القدر، وهو ليلة واحدة ماذا؟ خير من ألف شهر. أي ليلة؟ ليلة القدر. متى ليلة القدر؟ هل هي ليلة 21، ليلة 22، ليلة 23؟ فلذا الإنسان يجتهد ويجد بعمله في هذه الليالي حتى يحظى بليلة القدر. وأيضا هذا يحتاج إلى فترة طويلة للإعداد، مو في هذا الشهر، قبل هذا الشهر بشهور، من الابتداء بشهر رجب هو يبتدئ ماذا؟ المشروع الإلهي، لأن
شهر رجب هو شهر ماذا؟ هو شهر أمير المؤمنين، وشهر شعبان هو شهر الله، كما روي في خبر آخر هو شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، وشهر رمضان هو شهر الله أو شهر أمة النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، كما في الأخبار. بعبارة أخرى، كما استفدنا في الأساتذة من الأساتذة في النجف الأشراف، شهر رجب هو شهر الحرث. الفلاح الآن يريد مثلا الآن يزرع، مثلا الآن أي زرعة لابد أن يحرث الأرض ويجعل فيها ماذا؟ البذور. وشهر شعبان هو شهر الساق، وشهر رمضان بعد شهر رمضان في أيام شهر رمضان ويوم العيد هو شهر ماذا؟ اقتطاف الثمار. إذا كان الحرث والسقي جيد سوف يكون هذا الثمار ماذا؟ جيد. أو والعياذ بالله إذا كان سقيم سوف يكون نهاية المطاف ماذا؟ الثمار سقيم. رابعا، الإعداد السلوكي، وهذا مهم، الإعداد السلوكي. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله في الخطبة الشريفة توقير ماذا؟ الكبير الشيخ، وأيضا ماذا؟ ترحيم الصغير، أن يترحم عليه، وأيضا ماذا؟ صلة إلى من؟ إلى الأرحام، صلوا أرحامكم. وعندنا في المرويات عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما وصية النبي إلى من؟ إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وآله: من يقطع الرحم لا يشم ريح الجنة. وأنه يكون في الجنة، هذا الريح من الجنة لا يشمه. فلذا الفقهاء كالسيد السيساني دام ظله قال: من ضمن المحرمات والكبائر من المعاصي قطيعة الرحم. وأوعد الله سبحانه وتعالى: من يفعل بذلك مآله النار، كما نص في القرآن الكريم، فضلا عن الروايات المباركة. وأيضا الإنسان في هذا الشهر ليس فقط أن يكون رحيم في هؤلاء الأصناف، أيضا يكون رحيم على أهله، زوجته، أولاده. مع الأسف بعض الزوجات تأتي وتشكي عن زوجها، تقول: في شهر رمضان زوجي صائم، ما أعلم لماذا ينفعل، في باقي الشهور ما شاء الله هو هادئ، لكن في شهر رمضان كل حار من فعل، ما أعلم لماذا. هذا خلاف وصية النبي صلى الله عليه وآله، ليس فقط في المجتمع أن يكون رحيم وعطوف وودود، ولكن مجرد أن يدخل البيت يكون ماذا؟ طاغوت. هذا خلاف تعليمات أهل البيت سلام الله عليهم. بل النبي صلى الله عليه وآله سئلت عائشة
عن تصرفات النبي صلى الله عليه وآله. هذا حديث من مخالف، لكن نستفيد منه درس لنا نحن، لأن نحن نقتدي ونتأسى بالنبي وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فقالت عائشة: النبي صلى الله عليه وآله يتصرف معنا تحنناً أزيد من يتصرف مع من في الخارج. أيضاً الولي الزوج في شهر رمضان أن يغير سلوكه، الزوجة كذلك تغير هذا السلوك في شهر رمضان، سوف يكون انعكاس أيضاً على الذرية، سوف يعلمون الذرية المباركة هم الأولاد. هذا الشهر كما وصف النبي صلى الله عليه وآله شهر الرحمة، شهر المغفرة، وشهر البركة. أيضاً من حيث السلوك إن شاء الله أنتم ليس من هذه الأصناف إذا كانت هذه السلوك في المعاصي والعياذ بالله، فعليه هذا الإنسان هذا العبد في هذا الشهر أن يغير ماذا؟ الطريق، يبتعد عن المعاصي، وأيضا يكون عنده إقلاع عن هذه المعاصي وعن هذه الذنوب. إذا كان في سائر الشهور والعياذ بالله ينظر إلى المحرمات في هذا الشهر المبارك يبتعد عن المحرمات، إذا كان في هذا الشهر المبارك مثلا في غيره يفعل المعاصي والذنوب في هذا الشهر يتوعد إلى المولى عز وجل يقول له سوف ماذا؟ أبتعد عن المعاصي، لأن هذا الفعل بارتكاب المعاصي والذنوب في هذا الشهر المبارك لا ينسجم مع هذا الشهر المبارك. لماذا؟ قد تسأل سؤال، لماذا لا ينسجم؟ أقول لأنك أيها العبد الفقير في ضيافة من؟ في ضيافة خالق الكون، في ضيافة المولى عز وجل، فهل يحسن من الآن لو أحد الأحبة قال لي تفضل في البيت في ضيافتي، فهل أفعل ما لا ينسجم معه بحيث أرتكب بفعل وهو لا يريد بهذا الفعل، يرى هذا الفعل قبيح؟ أيضاً العبد العاصي المذنب بارتكابه بهذه الذنوب في هذا الشهر لا ينسجم مع من؟ مع ضيافة هذا الشهر الكريم، كما وصف النبي صلى الله عليه وآله في الخطبة الشريفة: نحن في ضيافة المولى عز وجل في هذا الشهر الكريم. والمعاصي والذنوب لها آثار، كما تم تلاوة الدعاء في الليلة الماضية ليلة الجمعة، دعاء كميل بن زياد، سواء كان هذا الدعاء صادر من أمير المؤمنين سلام الله عليه
وأعطاكمين أو لا هو صادر من غير أمير المؤمنين وأقر أمير المؤمنين بهذا الدعاء. فحينئذ هذا الدعاء هو ماذا؟ ثابت ولا إشكال فيه. ما هي آثار الذنوب؟ تحبس الدعاء، تحبس ماذا؟ الدعاء، تنزل ماذا؟ البلاء، وأيضا النقم، وغيرها من الآثار. وآثار الذنوب هي خلاف أن تكون القلوب طاهرة، لأن المعاصي هي تجعل القلب ماذا؟ أسود. والنبي صلى الله عليه وآله يقول تكون القلوب طاهرة، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة. هذه الذنوب لها آثار، الآثار هي تجعل القلب ماذا؟ أسود. والنبي يقول ماذا؟ اجعلوا القلوب طاهرة. هذا لا ينسجم بين السواد والبياض، بمعنى لا ينسجم أن يكون الإنسان هو في عبادة المعبود هو الله وعبادة الشيطان، ما يصير. وإن توعد الشيطان ثم قال إلا عبادك، لكن كيف يكون هو في ضيافة المولى وأيضا يأتي بهذه الأمور المعاصي؟ المعاصي والذنوب هي من أفعال الشيطان. الله سبحانه وتعالى يريد قلب طاهر في هذا الشهر، بمعنى أيها الإنسان خرجت من عبودية الرحمن ودخلت في عبودية الشيطان. التفت إلى هذا الأمر. وأيضا كما أشار النبي صلى الله عليه وآله وأيضا كما أشار النبي صلى الله عليه وآله في هذا الشهر أن لا يحصل له الكسل بالعبادة، أن لا يحصل للإنسان فتور وكسل بالعبادة. لو آية واحدة في كل ليلة ما بتستطيع بالليل، تريد مثلاً تطلع مع الشباب، تروح مثلاً طالعون مباراة، تروحون لا تريدون مثلاً تذهبون إلى مطعم، تذهبون إلى مكان آخر، نحن لا نمنع ذلك لأن هذا الأمر مباح. نقول لك قبل لا تنام اجعل الخاتمة بتلاوة آية واحدة في هذا الشهر. هذه الآية كم لها من منزلة؟ بينها النبي صلى الله عليه وآله كختمة كاملة في غير هذا الشهر المبارك. اجعل الخاتمة نهاية الطريق في اليوم بتلاوة آية واحدة. ما تستطيع صل ركعتين، ركعتين ما بتصلي صلاة الليل، ما عندك همة لصلاة الليل، أقول صل ركعتين، ركعتين الختامية قبل لا تنام. وقال الإمام الصادق سلام الله عليه وحذر بعدم الكسل
عن إسماعيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله أي الإمام الصادق يقول إياكم والكسل إن ربكم رحيم يشكر القليل. لو تكون الصلاة من ركعتين أقول هذا فيه الخير والبركة. قال الإمام سلام الله إن الرجل ليصلي الركعتين تطوعا يريد بهما وجه الله ماذا يكون الجزاء؟ قال الإمام فيدخله الله بها الجنة إن شاء الله. الجزاء ماذا؟ هو الفوز الإلهي، الدخول إلى الجنة. أيضا شيئا فشيء سوف هذه الصلاة تساعدك بماذا؟ بالإتيان بصلاة الليل في هذا الشهر. نريد نسهر أسهر ماكو مشكلة، قبل الصلاة صلاة الصبح من الساعة ما عندك مجال 10 دقائق، ما عندك مجال 5 دقائق، أصلي صلاة الشفع والوتر كافي. سيد السيساني يقول كافي، وغير سيد السيساني دام ظله يقول هذا كافي الشفع والوتر. إذا أنت ما تستطيع مالك خلق، النفس بعده ما أقبلت الشفع والوتر، خلك طريق مع الله سبحانه وتعالى. ما هي أثار صلاة الليل؟ الله سبحانه وتعالى يبعث إليك الرزق، أيضا ماذا؟ بياض الوجه، هذا الوجه يكون حسن. بعد ماذا؟ استجابة الدعاء، الله سبحانه وتعالى يتباهى بك عند من؟ عند الملائكة، لأنه وقت السحر. وقضية يوسف وأخوته، كان نبي الله يعقوب متى ناجى المولى عز وجل؟ في هذا الوقت، وقت السحر. لماذا؟ لأن الناس ماذا؟ نايمين، قليل من يجلس ويناجي المولى عز وجل، فلذا المولى عز وجل يتباهى بك بالملائكة فيقول المولى عز وجل انظروا إلى عبدي. يقول لهم شوفوا انظروا. خامسا، نحتاج في هذا الشهر كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله، وبهذه الدروس كلها من خطبة النبي كما تم الاتفاق عليه بين الأخوة، قال النبي صلى الله عليه وآله أن يوفقكم لصيامه. هذا أمر واجب، الصيام الصوم واجب في شهر رمضان، كل مسلم يقر بذلك من الطوائف المسلمة. طب إذا كان الإنسان عنده عذر شرعي فالمولى عز وجل قال ماذا؟ هذا له عذره. ثانيا ماذا قال النبي؟ وتلاوة كتابه، بين قوسين الذكر العام، أستفيد بالذكر العام، ومن مصاديق الذكر تلاوة القرآن، وأيضا ودعاءكم فيه مستجاب، أيضا الدعاء. وطلب النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ برفع الأيادي، ارفع إيده بالدعاء وقت الصلاة، اطلب مثلا بتعجيل الفرج لإمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه، اطلب الهداية لنفسك ولإخوتك، ترحم على أمواتك، اطلب الخير والبركة إلى من؟ إلى أهلك وعشيرتك، اطلب الصلاح للأمة،
اطلب أن تكون من أنصار صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه، وأن تكون من الممهدين لدولته الشريفة المباركة. الإمام أيضا هو ماذا؟ ينتظر الشيعة الخلاص المؤمنين. هنا بين قوسين نحتاج إلى تفعيل أيها الأحبة، أن نجعل هذه الأعمال المباركة ماذا؟ أيضا نجعل الإمام الحجة شركة في أعمالنا، بتصدق بصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وآله، لو بشق تمرة أقول هذه الصدقة نيابة عن سيدي ومولاي الإمام صاحب العصر والزمان، وعن نفسي أصالة، وعن والدي، وعن أهلي وغيرهم من ماذا؟ من عشيرتي. اجعل الأعمال أيضا ماذا؟ الإمام الحج عجل الله فرجه له نصيب، بحيث يكون عندك ربط مع الإمام صاحب العصر والزمان. أيضا الدعاء، ومن ضمن الذكر هو الأمر المهم الاستغفار في هذا الشهر المبارك. وقد ذكرت النصوص الشريفة الحث على ذلك بالاستغفار في كل الأوقات، ومنها في هذا الشهر الكريم. وفي رواية عن أمير المؤمنين فقال أكثروا في هذا الشهر بماذا؟ بالاستغفار. وفي شهر شعبان سئل الإمام سلام الله عليه، كما يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه الفضائل في الأشهر الثلاثة، سئل الإمام سلام الله عليه فما أفضل الدعاء في هذا الشهر، أي شهر؟ شهر شعبان. فقال الإمام سلام الله عليه الاستغفار، وقل أستغفر الله وأسأله التوبة. وقال الإمام الرضا سلام الله عليه من قال بهذا الذكر، هو يسأل أفضل دعاء، الإمام سلام الله عليه قال أفضل الدعاء هو الاستغفار، وقل أستغفر الله وأسأله التوبة. وقال الإمام الرضا سلام الله عليه من قال بذلك كتب الله له الجنة، وكتب الله له جوازا يمر به إلى طريق الصراط. هذه الرواية موجودة يرويها الشيخ الصدوق. وأيضا الإمام الصادق سلام الله عليه قال أمير المؤمنين سلام الله عليه عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء. الاستغفار يختلف عن الدعاء، هنا أمير المؤمنين يفصل بين الدعاء والاستغفار، مو من حيث المبدأ، من حيث الأثر. الأثر الاستغفار له أثر، والدعاء له أثر آخر. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه فأما الدعاء فيدفع به عنكم البلاء. كم نحتاج الآن لرفع البلاء، كورونا وغير كورونا، الله يدفع عنا وعنكم هذا البلاء. وأيضا المرض هو بلاء يدفع بالدعاء. وأما الاستغفار فيمحي ذنوبكم. وظيفة الاستغفار يمحص الإنسان من الذنوب، كما قال الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الشهر في الدعاء
هذا الشهر شهر الطهور وشهر التمحيص. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: تريد تمحص ذنوبك فعليك بالاستغفار، عليك بالاستغفار. كما أن الاستغفار له آثار عظيمة، وأيضا كما ذكرنا أن الذنوب أيضا لها آثار كما أسلفنا بالحديث. مثلا من آثار الذنوب ذكرناها، الذنوب ماذا؟ تنقلع من الإنسان، وأيضا أقتصر بالإشارة، سورة نوح من آية 10 إلى آية 12 ذكرت الآثار. من يريد المال، من يريد الذرية فعليه بماذا؟ بالاستغفار. بل حتى من يريد أن يجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض الخير والبركة، أن ينزل هذا الغيث، هذا المطر عليكم بماذا؟ بالاستغفار. أشارت الآية المباركة في سورة نوح الآية من 10 إلى آية رقم 12، أقتصر بذلك. ثم أنتهي بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، لازلنا في مائدة النبي وضيافة النبي صلى الله عليه وآله. قال: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم. أنفسنا مرهونة بأعمالنا، بما كسبت أيديكم من خير أو شر. زين، ففكوها. شلون نفك بالمفتاح؟ نحتاج مفتاح له. النبي صلى الله عليه وآله يعطينا المفتاح. شلون نفك أنفسنا المرهونة بأعمالنا، بما كسبت أيدينا؟ قال: باستغفاركم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وأقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم.